لنواصل الحفر. واو، انظري ماذا وجدت. إنها جمجمة، لكن شكلها غريب. هناك حلوى داخلها. هل يمكننا أكلها؟ أجل، هيا بنا. يا للروعة، لابد أنها حلوى سحرية. في انتظارنا تحدي ممتع ومشوق. أنت أو أنا أولاً؟ أنا أمزح، أنا طبعاً. أوه، حلوى، تبدو شهية. حسناً، حان وقت تذوقها. إنها لذيذة. أوه، إنها باردة، باردة جداً، أنا أتجمد. الحلوى تجمدني. هل أنت بخير؟ أخرجيها. أوه، هناك ثلج في كل مكان. هل أنت بخير الآن؟ أجل، أنا بخير، افتحي طبقك. أوه، إنها حلوى مصاص على شكل نمر. أوه، يا لذرافته. أنا متشوقة لتذوق طعمها. إنها حلوة. ماذا يوجد بالداخل؟ بودرة زرقاء. أظن أنه يفترض بي غمس النمر في البودرة. حسناً، حانت اللحظة. إنها حامضة، لكن طعمها جيد، لقد أعجبتني. أنا سعيدة لأني حصلت على الحلوى الوردية. أوه، كان ذلك غريباً، ربما كنت أتوهم. لا أظن أني أتوهم، لكن من أنا لأنتقدها؟ يا إلهي، لقد تحولت إلى لبوة. كما ترون، نحن في موطن اللبوة الأصلي. سأحاول الاقتراب منها. كما ترون، تحب اللبوة تدريب مخالبها. إنها تتناول النباتات البرية وتتابع برنامج عن البطاريق لتسلية نفسها. يجب ألا ترانا حتى لا تهرب. تضع اللبوة المناكير على أظافرها، لكنها لا تقوم بذلك بشكل جيد، ناهيك عن أن اللون الأزرق غير متناسق مع لون جسمها. إنها تنظف فراءها الآن. هذا مذهل. يا للهول، لقد رأتني اللبوة. نرى هنا اللبوة تماسط شعر ذيلها. ما هذه الرائحة؟ يا دعست على رواسي فيل. مهلا، ما هذا الصوت خلفي؟ سأبدأ أولا هذه المرة، أنا متحمسة، لم يسبق لي رؤية شيء كهذا، لكنه يبدو جميلا. مهلا، أتسمعين ذلك؟ صوت خرخشة. لا يمكنني فتحه. ماذا عني؟ أوه، آمل أن يكون باردا. فتحت الغطاء، سأشربه الآن. غني بالشوكولاتة. ما رأيك بإقامة تجربة صغيرة؟ أولا، سأسكب المشروب في هذا الكأس. سيملأ الكأس بالكامل. هذا جيد، حان وقت رشات الزينة الوردية. أعطيني إياها يا بريتني. سأقوم بخدعة بسيطة. حصلت على 2. تفضلي. مستعدة؟ لنبدأ الشرب. إنه لذيذ. مهلا، لا تشربيه بسرعة، يجب أن أسرع في شطه. من ستنتهي أولا؟ كيف أنتهي. هل تريدين اللعب؟ أريني ما لديك. ستبدأ المواجهة بعد 3، 2، 1. نزال. سأسدد ضربة بسلاحي.
فوق قدميك، لن تلمسيني. ها، مهلا، هل هذا دولفين؟ هل سأتجرأ؟ طبعا. كان ذلك سهلا. واه، ربح الأسود هذه الجولة. هذا صحيح، أنا الفائزة. أريد أن أشكر كل من دعمني. أوه، هذا لطف منكم. أخجلتم تواضعي. هل من جائزة أفضل من لوح شوكولاتة عملاق؟ استيقظي يا كلير. هل هذا يعني أنه غير حقيقي؟ لماذا أيقظتني؟ حسناً، التحدي التالي. إنه جميل، لوح ذهبي، سأفتحه. مرحى، شوكولاتة ذهبية، طعمها خرافي. انظري إلى فمي، تحولت أسناني إلى ذهب. أشعر أني من الأثرياء. هذا صحيح، أعيش حياة ثراء. مرحبا بكم في قصري الذهبي. واو، حسناً، سأفتح طبقي الآن. أوه، مجوهرة فضية، احتجت إلى ساعة، إنها مثالية. مهلاً، حصلت على أسنان ذهبية عندما أكلت حلواها الذهبية. سأرى ما سيحصل لي. واو، لقد انضممت إليك بمجوهرة فضية حقيقية. لطالما أردت عيش حياة الثراء. حياة الأثرياء رائعة، حيث يوجد الذهب والفضة. أوه، يبدو أننا عدنا. لا أزال أحتفظ بهذا الذهب. ما التالي؟ نودلز حمراء رهيبة. تبدو غريبة، لكن ماذا عن مذاقها؟ سأعرف الجواب الآن. إنها لذيذة، افتحي الطبق. واو، انظري إلى طبقي، إنها لامعة وجميلة. سأختار واحدة. واو، انظري كيف تتراقص. انتظري، لا تأكليها، أعيديها مكانها. خاطرت لي فكرة ذكية، وبهذه النودلز سأضع هذه هنا وهذه هنا. أجل، نجحت. لا تتحركي، سأجعلك تدورين في الكرسي. مهلاً، هل تقيدين حركتي؟ يبدو أنك تقيدينني. هذه نودلز ممتازة لهذا. هل هي أطول نودلز في العالم؟ أوه، أشعر بالدوار. ووداعاً. أوه، هذا الشارع جميل. رائع، بما أنها بعيدة عن طبقها، سأكل دونات الجيلي. أوه، مطعم إيطالي وسباجيتي. هل آخذ لقمة؟ لا، لن أفعل. ما الذي تفعله؟ لماذا توقفت عن الدوران؟ عادت للدوران. أوه، طعام فرنسي، أشم رائحة كرواسون. الرائحة شهية، لكني لا أريدها. أوه، كامبرلي، واصلي الدوران. أوه، مطعم آخر، وهناك كرسي. هذا جيد، أحتاج إلى استراحة. أوه، دهنة الجيلي هنا. أوه، عودي إلى هنا. لا تبعديني عن الجيلي. تفضلي. سأفتح طبقي أولاً. هيهي. انظري، إنها سمكة قرش. لديها أسنان كثيرة. انظري إليها تهجم. ها، إنها ظريفة. ألهمتني بفكرة رائعة. سأقلك. إنها حلوى مصاص أيضاً. حلوة، لكن بلمسة حامضة. إنه دوري. يا للهول، إنها كبيرة.
لكنها خفيفة أيضا. أوه، إنها حلوى قطن. أنا أعشق هذه الحلوى كثيرا. أحب تركها تذوب على لساني. بنكهة الفراولة. هيا يا سمكة القرش، أحضري لقمة لي. ماذا؟ مهلا. توقفي، إنها حلواي. عودي يا حلوى القطن، إلى أين سنذهب؟ طعمك حلو، عودي لي. لا أصدق أن حيلتي نجحت. تبللت تماما. لا أصدق أنك فعلت هذا بي. لم يكن من المفترض أن أتبلل. سأفتح طبقي أولا. حسنا. ها، ماذا يحدث؟ طبقي فارغ. لا أفهم ما يحدث. مهلا، أتسمعين هذا الصوت؟ يبدو كنقيق ضفدع. يا إلهي، لحظة، على رأسي حلوى هلامية على شكل ضفدع. لابد أنه في مكان ما هنا. أوه، لقد أخفتني. إنه ظريف وطري، أنا واثقة من أن مذاقه جيد أيضا. إنها قاسية قليلا، لكنها لذيذة. حسنا، سأفتح طبقي. البتة برينجلز، أنا متحمسة جدا، كم أعشق البرينجلز. حان وقت أكله. مقرمشة. يا لها من محظوظة، أتمنى لو حصلت على برينجلز مثلها. سأكل كل العلبة. واو، إنها تأكل رقائق البطاطس بنهم. مهلا، أظن أني أسمع صوتا. مستحيل، هذا لا يصدق. هناك فتاة صغيرة ترقص داخل العلبة. أترينها؟ إنها ماهرة في الرقص. واو، أنت محقة، إنها ماهرة. أتعلمين؟ يبدو أنها تستمتع بوقتها هناك. أوه، ماذا تفعلين؟ رائع، كنت أعلم أنها ستتسع لي. أراك لاحقا. وداعا. هل دخلت هناك حقا؟ إنها هناك، إنهما ترقصان معا. واو، يبدو أنهما تستمتعان بوقتهما هناك. أنا سعيدة لأني قررت الانضمام إليكما. حفلة رقص داخل برينجلز. أنت أولا. كلا، أنت أولا. أنت. حسنا. هذه ديدان ليست حقيقية، صحيح؟ إنها مغطاة بالسكر. واو، إنها طويلة. زيادة السكر خير وبركة، تبدو لذيذة. بنكهة عرق السوس. سآكلها بسرعة أكبر الآن. طعمها خرافي، ماذا عن طبقك؟ يا لذرافتها، من لا يحب شخصية الترول؟ أنا أعشقها، لكن كيف؟ إنها حلوى مصاصة، وكلها لي. واو، شعرك، سألعق المزيد منها. هذا رائع. زهور نضرة. شعري ولا أروع بفضل هذه الحلوى الصغيرة. أصبحت حلواي مملة الآن، إلا إذا خطرت لي فكرة عظيمة. تبدو مثل الشعر، صحيح؟ أترين؟ أجل، سأستعملها. ووهو، جميل. كم شعرة سأحتاج يا ترى؟ واصلي. آخر حبة وانتهيت، ما رأيك؟ إنها حلوة ومموجة، وحلواي قريبة الآن من فمي. أشعر بأني نجمة روك. أريد أكل شيء الآن، يمكنني أكلها بكل سهولة. فكرة ذكية، أريد تذوقها. شكرا، إنها طيبة بحق.
أتفق معك تماماً. سأتناول بضع حبات أخرى. لا يمكنني التوقف عن أكلها. لا أحد يستطيع مقاومة خصلي الجديدة. حلوة. ربما أكلنا الكثير منها. لماذا تقولين ذلك؟ شعري سيطول بعد فترة، صحيح؟ لكنه ليس حقيقياً. هل أنت بخير؟ أجل، المعذرة. أشعر بالذنب الآن. على الأقل لا يزال شعري رائعاً. لنفتح طبقينا. شراب طاقة بالبطيخ والتفاح. سأتذوقه. سأفتح الغطاء. جيد. إنه منعش. حان دوري. مشروبي الغازي المفضل. أهلا بالكولا الفوارة. منعش دائما وأبدا. سأضيف لمسة من الإثارة لهذه الجولة. واو، كيف فعلت ذلك؟ أصبح مثل الجيل الآن. خطرت لي فكرة. لنجري تجربة علمية مجنونة. سأسكب مشروب طاقة الأخضر أولا. يبدو مثل مادة إشعاعية. حان وقت عبوة البيبسي. هل تظنين أن الوعاء سيتسع لها؟ اهربا واختبئا. واو، أمسكت واحدة. أفضل مطر أراه في حياتي. ها؟ هذا مؤلم. أين ذهبت الحلويات؟ لا تتحركي. ها؟ عنكبوت. سأفتح طبقي أولاً. حلوى كرة دوارة. انظري على شكل كرة قدم. سأتذوقها الآن. إنها حلوة، طعمها جيد. خطرت لي فكرة. لنرى لأي ارتفاع قد تصل. واو، إنها تحلق عالياً. غادرت الغلاف الجوي. إنها عائدة. انظري، إنها كرة حقيقية. سأرميها مرة أخرى. إنها منطلقة إلى الفضاء مباشرة. أظن أنها ذهبت إلى المدار. أين هي يا ترى؟ لا أظن أنها ستعود. حسناً، افتحي طبقك. جمجمة ما سماعت رأس. إنها مخيفة. توقفي، هذا مسرح جريمة محتمل. لا تلوث المسرح. كيف وجدت هذه الجمجمة؟ قياساتها غريبة. من أين جاء كل هؤلاء الناس؟ لا أعرف. انفتحت الجمجمة. إنها ليست جمجمة حقيقية. لا أصدق أن كرتي عادت. من الجيد أنها عادت، وإلا لظل الحشد هنا. وفتحت الجمجمة. انظري، هناك يونيكورن داخلها. إنها علكة. فهذه العلكة قاسية، لكنها حلوة. كيمبرلي، افتحي طبقك أولا. مستحيل، حصلت على أحمر شفاء. انتظري، ليس أحمر شفاه حقيقي. فهمت. كنت محقة. وطعمه لذيذ أيضا. من الجيد بدء التحدي بحلوى. حسنا، جاء دوري. حصلت على فراولة. احم لك يا آنسة. حسنا. واو، إنها قسيمة للمنتجة. إذن لن أضيع وقتي.
فراولة لذيذة ودلال. هذا أفضل التحديات حتى الآن. واو، هذا مذهل. بقيت بعض حبات فراولة لنفكر بجنون. أنا متحمسة لتجربة جهاز صنع الأقنعة. سأضيف بعض الماء. يجب أن أقطع الفراولة الآن. هو عمل جيد. حسناً، حان وقت إضافة الفراولة. سأضغط زر التشغيل وأنتظر. انظري، ها هو الخليط. أظن أنه جاهز. ستكون النتيجة رائعة. لم يسبق لي وضع قناع فراولة على وجهي. هذا مريح. حان وقت إزالة القناع. لقد كان منعشا. كبر لي وجهك. مستعدة؟ رائع، بنكهة الكولا المنعشة. الآن أجل لنبدأ رجها. هذا ممتع. هكذا. ماذا عني؟ نجحت. إنه مثلج. هذا رائع. من الأفضل أن نأكل الآن قبل أن يذوب. أهلا وسهلا، مثلجات شهية. ماذا عن آيس كريمي؟ بالعافية. هذا غريب. هذا الآيس كريم عجيب ومنعش. أشعر بقوة غريبة، كما لو أني عديمة الوزن. حقا؟ حسنا، هذا مذهل. ما الذي أستطيع تحريكه أيضا؟ إنه رهيب جدا. هل ترين شيئا هناك يا كلير؟ ولزيادة الإثارة. انتبهي. حان وقت السلاح الأكبر. بريتني لا. كلير، لا يهم. هذا ممتع. ماذا؟ ألا أزال حية؟ تيركس. يمكنني الاعتياد على هذا. إنهم أصدقائي الصغار. الآيس كريم لقد ذاب. هل هذا يعني فقدان قدرتي الخارقة؟ هذا محزن. حان وقت تحدي ذهبي مقابل الفضي. هذه بداية موفقة. هذا الكاب كيك الفضي جميل. أنا متأكدة من أن طعمه حلو كشكله. أجل، كنت محقة. الطعام الفضي طيب دائما. يا إلهي، هناك شيء بداخله. واو، ما هذا الشيء؟ يبدو مثل سلايم فضي. هذا ممتع. افتحي طبقتي الآن. واو، كيكة ماكرو ذهبية. هذا أفضل يوم في حياتي. هل يمكنني أكلها كلها لوحدي؟ لا ضير من المحاولة. تبدو رائعة من قبل أن أتذوقها حتى. يجب أن تحتوي قطعتي على حبة الماكرون كاملة. يا إلهي، إنها محشوة بكرات ذهبية. هذه أفضل كيكة في العالم بلا منازع. لا أحتاج إلى شوكة لأكلها. واو، هذه الكيكة خيالية فعلا. شهية. هناك شيء في منتصف الكيكة أيضا. أظن أنه قرش ذهبي. هناك حفلة من القروش هنا. وهذه الكرة الذهبية الكبيرة. من الممتع اللعب بسلايم الفضي. يا للهول. لا، كرتي. طبعا يجب أن أسترجعها. فتح هذا السلايم وسام بشرتي. واو، هذا ضوء ساطع. يمكنني الرؤية الآن. تعالي معي، أحتاج لتوهجك الساطع. هل ترين كرتي في الأسفل؟ أجل، ها هي، أمسكتها. شكرا على المساعدة. سأفتح طبقي أولا. مستحيل، انظري إلى هذه الكيكة. طبقاتها كثيرة. حان وقت الأكل. واو، تبدو شهية. سأتناول أول لقمة الآن.
أتمنى لو يمكنني تجربتها بنفسي. افتحي طبقك، ربما حصلت على كيكة أيضا. واو، نوتيلا حمراء، أنا متحمسة لتذوقها. إنها خرافية. أوه، هذا جيد، خاطرت لي فكرة رائعة. انتظري، إلى أين ذهبت بفرشاة الرسم؟ أجل، وصلت الفنانة. أنت تعالي هنا، ستكونين لوحة رسمي. الرياح قوية لكني متحمسة. طبعا، أنا أعظم فنانة تشكيلية. والآن دور بكرة الدهان، استعدي. ممتاز، إن النتيجة ممتازة. أحتاج للون الأسود، وهذه الشبكة. سأضع الشبكة الآن. أوه واو، ابتكرت تحفة فنية، تبدين جميلة. واو، هذا ما كنت تفعلينه إذن. حسنا، إنه دوري. دعيني أفكر. أوه، لديك بكرة. أجل، أديري وجهك لهذا الجانب. لست متأكدة. حسنا، أنا مستعدة. انتظري، ليس هذا طلاء. ما مشكلة الطلاء؟ عرفت المشكلة الآن. أنا آسفة. كل وجه ملطخ بالكيك الآن. على الأقل لا يزال طعمها جيدا. أنا أولا. ملكة متفجرة، تبدو خطيرة. أنا متشوقة لتجربتها، سأتذوقها الآن. هل ستنفجر بالفعل؟ يا إلهي، بنكهة عرق السوس. لذيذة. إنه دورك الآن. تبدو مثل كرات تنس صغيرة. أنت محقة، حان وقت تذوقها. طعمها مثل الليمون. عفو، هل أنت بخير؟ أظن ذلك، لم أتوقع أنها نطاطة. سأرمي كرة أخرى. رمية مزدوجة. توقفي، لماذا لا ترمين معي؟ لنبدأ منافسة رمي العلكة. سأفوز بالتأكيد. سنرى. مستعدة؟ أصف الرمي. لماذا أضيع وقتي؟ هل أنت متأكدة من ذلك؟ سأحذو حذوك. ستكون رمية رائعة. تصويب إطلاق. ما الذي فعلته لأعاقب بهذا الشكل؟ سأغمض عيني وأختار من تفتح طبقها أولا. واو، أنا لا أصدق ذلك. يبدو أني حصلت على مخلب للإمساك بالأشياء. جراب بوب، إنها رائعة. انظري، هناك حلوى مصاص على طرفها الآخر. تبدو لذيذة. إنها كذلك بالفعل لذيذة جدا. لماذا لا تفتحين طبقك؟ حسنا، سأفتحه. حصلت على هذه الحلوى، تبدو مثل رضاعات مصغرة. أظن أنها مليئة بالحلويات. يبدو أن الطرف العلوي حلوى مصاص. سأرى ما يوجد داخلها. انظري، بودرة لغمس المصاص فيها. أصبح طعمها أحلى الآن. لا أريد أن أتوقف عن أكلها. هناك شيء يحدث لي. بريتني، أنت تتقلصين.
ها خطرت لي فكرة، تعالي سأمسكك. هاتشو يا إلهي سأساعدك يا بريتني. خذي هذا المنديل. ماذا؟ إنه كبير جدا. أنا آسفة، كنت أحاول مساعدتك. مهلا، أظن أن لدي حل. لابد أنها تغيرت بسبب البودرة. أظن أنها تعمل، حجمي يكبر. عدت لحجمي الطبيعي، كانت تجربة مرعبة. سأفتح طبقي أولا هذه المرة. واو، انظري إلى هذا الشراب الفضي، أنا متحمسة لتذوقه. حانت اللحظة. لذيذ ومنعش. حصلت على شارب من الكريمة المخفوقة. حقا؟ انظري الآن. ما رأيك بهذا الشارب؟ واو، مبهر وأنيق. سأجرب شاربا آخر. هاها، لحية كثيفة من الكريمة المخفوقة. واو، هذه اللحية تغطي معظم وجهك. حسنا، على ما حصلت أنا. مقل عيون ذهبية. أنا أحب حلوى الجيلي، سآكلها الآن. إنها حلوة. ولدي واحدة أخرى. احترسي، مقلة العين تراقبك. أنت تتصرفين بغرابة الآن. أنا أمزح معك، حان وقت أكلها. لذيذة مثل الأولى. هذه الجولة ممتعة،